وضمن قائمة طويلة من النشاطات الحكومية، زار وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء محافظة صلاح الدين للاطلاع على مجريات العمل بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية ضمن العقد الصيني وما تشهده من تطور لافت. وحصلت المحافظة على 78 مدرسة من مجموع 1000 مدرسة بعموم العراق، وتولي إدارة المحافظة المشروع اهتماما عاليا يتناغم ونسب النجاح والمستوى العلمي لطلبتها. استقبلنا اليوم وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة المشاريع المنفذة من قبل الأمانة والمشروع الحكومي. حقيقة هذه المشاريع هي قسم من المدارس الصينية أو القرض الصيني اللي يتكون من 1000 مدرسة موزعة على عموم العراق. صلاح الدين حصلت 78 مدرسة. الآن احنا مع الوفد في زيارة للمدارس الموجودة وسط مدينة تكريت، وسوف يتجول في بقية الأقضية. نسبة الإنجاز حقيقة تتفاوت بين مدرسة وأخرى، يعني دون 80%. نتأمل هذه المدرسة أن تساعد على حقيقة حل مشاكل الازدواج في الدوام المدارس الموجودة في المحافظة. ومن الحقيقة من المفرح أن هذه المدارس تتكون من 18 صف إلى 20 صف إلى 12 صف، وتتوفر فيها المختبرات وكل المرافق اللي تخدم الطلبة. إدارة المحافظة وحكومة صلاح الدين تثمن هذه الالتفاتة من دولة رئيس الوزراء، وبنفس الوقت حقيقة نطمح أن تكون لدينا مشاريع أخرى في عموم المحافظة، ولا سيما وأن صلاح الدين حقيقة تنعم والحمد لله والشكر بالوضع السياسي المستقر والوضع الأمني، وهذا حقيقة يساعد على استقطاب الشركات الاستثمارية والشركات التي تبني المشاريع وينهض من خلالها العمران في عموم صلاح الدين. تقوم دائرة الأشغال والصيانة العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان متمثلة بالسيد مدير عام الدائرة الأستاذ علي قنيهر قعيد بالإشراف على المدارس النموذجية في صلاح الدين اللي عددها 78 مدرسة ممتدة من قضاء الشرقاط شمالا إلى الدجيل والضلوعية جنوبا. طبعا المدارس هي أربع أنواع، 12 صف و 18 صف و 24 نموذج أي ونموذج بي. العمل يسير بوتيره متصاعده. الجهه اللي تنفذ المشروع شركه سينوتك الصينيه، ونسب الانجاز حاليا يعني متقدمه ومتفاوته بين 40 الى اكثر من 80%. عندنا مدارس ان شاء الله خلال الشهرين القادمه بقضاء الشرقاط سوف تنجز ونسلمها، واحنا جادين في انجاز المشروع حتى يستفادون تلاميذنا في محافظة صلاح الدين لحاجتهم الماسة إلى المدارس. مشروع الأبنية المدرسية النموذجية هو الأول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، وهو واحد من أهم الملفات اللي أولتها الحكومة اهتمام مباشر ببرنامجها الحكومي، وكذلك يحظى باهتمام استثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. مجموع المشروع هو 1000 مدرسة موزعة على جميع المحافظات. حصة محافظة صلاح الدين 78 موزعة على كافة الوحدات الإدارية بحسب الكثافة السكانية والدوام المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية. تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع 1000 مدرسة في عموم العراق، منها 78 موقع في صلاح الدين، وبإشراف دائرة الأشغال والصيانة العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان بإنشاء المدارس النموذجية. عندنا في صلاح الدين 78 موقع أحجام مختلفة، 12 صف و 18 صف و 24، موزعة على الأقضية تقريبا كل قضاء حصته حسب الأراضي اللي مسلمة، ونسب الإنجاز متفاوتة في هذه المدارس. والحمد لله أكو مدارس وصلت على وشك الإنجاز وتسلم خلال الشهر الواحد بإذن الله. المدارس يعني تنجز حسب ما مخطط لها خلال 24، وتسلم 78 موقع تقريبا خلال العام القادم إن شاء الله، موسم الدراسة للعام القادم. مدرستنا 18 صف في منطقة الديوم، تقريبا وصلنا نسبة إنجاز 60%. إن شاء الله يكون التسليم على السنة الجديدة شهر الرابع.